هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. يقول صاحب القصة: أنا شخص من عائلة مرتاحة ماديا، وعندي 2 إخوان شباب أكبر مني، وعندي أختي التوأم. تربينا كلنا في بيت أبوي، وأبوي إنسان الصراحة ربي مغني وفاتح عليه، والحمد لله على النعمة، ما كان ينقصنا أي شيء أبدا. لكن أبوي وأمي كان فيهم شيء واحد مو حلو، وهو إنهم كانوا دايما في صراع مستمر، وما يكونوا أبدا على وفاق، ودايما يتهاوشون مع بعض، وبينهم مشاكل ما تنتهي. وهذا هو حالنا معاهم من يوم ما عرفنا نفسنا على هذه الدنيا، وهم في مشاكل دايما مع بعض. وفي يوم من الأيام أبوي طلق أمي طلقة واحدة، فراحت أمي وقتها على بيت أهلها، وأبوي كان على باله إنه لما يطلقها وتجلس في بيت أهلها راح تتعدل ويتغير حالها للأفضل. وفعلا أمي جلست شهر كامل في بيت جدي، وبعد شهر أبوي رجعها على البيت، وجلست الأسبوع الأول والثاني والثالث، وكان وضعنا هادئ وممتاز. ومن بعد الأسبوع الثالث رجعت حليمة لعادتها القديمة، وبدأت المشاكل من أول وجديد. أبوي كان إنسان عصبي، وأمي ما كانت تعدي ولا تسكت على أي شيء يصير، وكان لسانها طويل ومتبري منها. صح إنها أمي، بس أمي مو من النساء اللي عشان بيتها وأطفالها ممكن إنها تعدي لزوجها أي شيء وما تلتفت للمشاكل وتتعوذ من إبليس. لا لا، أمي كانت عصبية وما تتحمل أي شيء من زوجها، وكانت أمي ما تقدر تتحمل أي شيء حرفيا، وعلى طول تفتح لسانها وترد على أبوي على الصغيرة والكبيرة، وتزيد المشاكل سوء. ودائما وهم على هذا الحال مشاكل مستمرة في بيتنا، وأوقات كانت أمي هي اللي تفتعل المشاكل في البيت. وبالعموم أنا من يوم ما عرفت نفسي على هذه الدنيا وأنا أشوف أبوي وأمي على طول وهم شغالين في وضع المشاكل، دفاع وهجوم وما بين هذا الحال، يعني ما في أي أحد فيهم يراجع نفسه أو يفكر في حالتنا النفسية كيف بتكون. في يوم من الأيام صارت مشكلة بين أبوي وأمي، وكبرت بينهم المشكلة، وأبوي يوم طلق أمي وراحت على بيت أهلها للمرة الثانية، وحاولنا نرجعها على البيت، وكل أعمامي وكل الأهل تدخلوا علشان يصلحوا بينهم، لكن أبوي رفض تماما إنه يرجعها. كان خلاص واصل لمرحلة ما يقدر يتحمل منها مشاكل جديدة، وكان واصل معاه لحده فعلا، وما تراجع في الطلاق وطلقها. أنا وقتها كنت طالب في المدرسة، وكنت يعني بعد المدرسة أروح مع أبوي للشغل وأساعده، وأخواني اللي كانوا وقتها في الجامعة، ومرينا بفترة عشنا فيها من غير أمنا. هذه الفترة حسينا فيها بتشتت، بالرغم من أنه أبوي كان يحاول أنه يجلس معانا ويكون معانا ويهتم فينا وما يحسسنا بغياب أمي عن البيت، وكان يجيب لنا الأكل من المطعم، وأوقات كانت أختي التوأم هي اللي تسوي لنا الأكل، بالرغم من أنها كانت صغيرة في العمر وما تعرف تطبخ، لكن كانت تحاول تعمل اللي تقدر عليه. فأبوي كان الصراحة يشجعها حتى لو غلطت أو ما عرفت إنها تضبط الأكل، كان يشجعها ويقول لها مو مشكلة المرة الثانية إن شاء الله تضبط. ويعني كلنا كنا ناكل ونشجعها، ما نحب إنه يعني نخليها تيأس وما تستمر. وأنا كنت دايما مع أبوي في المحل خصوصا أيام الإجازات، وبدأت أعرف كل شيء عن شغل أبوي. أبوي كان تاجر مواد غذائية بالجملة، كان يبيع بالجملة، فكنت في الأوقات اللي أروح أساعد أبوي في عمله ألاحظ إنه في تلاعب من العمال وفي سرقة وفي نواقص، فبدأت ألاحظ تلاعبهم على أبوي. أبوي كان واثق فيهم، كان يعني تعرف إنه يشتغل لوحده في الشغل، ما كان يلحق إنه يشيك على كل شيء ويتأكد من كل شيء، لأنه الشغل كان كبير في المحل والمخازن والمبيعات والمشتريات، فكان عليه ضغط كبير، والعمال الصراحة كانوا يستغلوا الفرص وينصبوا بطريقتهم، كل واحد ينصب بطريقته. فقررت أجلس وأساعد أبوي وأحرص على الحلال، وكنت ما أفارق أبوي أبدا وأشيك وأراجع على كل شيء. في البداية أبوي كان يزعل مني ويقول لي روح كمل دراستك مثل أخوانك الكبار، لا تشغل نفسك في العمل، أنت ملحق على الشغل. فكنت أقول لأبوي هذا حلالنا وما حد حيكون حريص عليه كثرنا، أنا كبرت لازم أكون معاك وأسندك وأتعلم من الشغل. وأخواني ما شاء الله عليهم كانوا متفوقين في الجامعة، لكن أنا كنت أبي أساعد أبوي في الشغل، خصوصا من بعد ما شفت تلاعب العمال، قررت انه ما اترك ابوي ابدا. فقلت لكم ابوي في البداية كان معارض انه اترك دراستي واشتغل معاه في المحل، لكن بعدين حب الوضع وحب وجودي ومساعدتي له، وكان يشوفني كيف كنت حريص في الشغل واحافظ على حلالنا واتابع العمال واسنده واشيل عنه الحمل. فابوي فعلا ارتاح مني وارتاح بوجودي. وبعد فتره تزوج ابوي انسانه من عائله طيبه وكريمه وما شاء الله عليهم، وكانوا فعلا اولاد ناس محترمين من اولادهم وبناتهم صغيرهم وكبيرهم،
كلهم ناس طيبة ما عليهم أي كلام. زوجة أبوي كانت إنسانة طيبة وهادية، ما في منها، كانت تحاول بس تطيب خاطر أبوي وخاطرنا، اعتبرناها مثل الأم وما كنا نذكرها غير بكل خير، فعلا إنسانة محترمة جدا. وكانت أختي تكلمني عنها تقول لي إنها إنسانة طيبة، وكانت تفهم أختي كل شيء وتعلمها كل شيء، بالرغم من إنها يعني ما كانت إنسانة كبيرة في العمر. يوم أبوي تزوجها كان عمرها 30 سنة، وهي كانت متزوجة من قبل أبوي وزوجها مات، لكن ما كان معاها أطفال. ومن بعد موت زوجها تزوجت أبوي، وأنا كنت دايما أجلس في الشغل، ما كنت أرجع على البيت غير الساعة 9 المساء من بعد ما أكمل شغلي. وكانت خالتي اللي هي زوجة أبوي لما تشوفني راجع للبيت تسألني كيفك، هل أكلت، أحط لك أكل، وكانت تطمن على الجميع، تسأل عن الجميع. كانت إنسانة محترمة بمعنى الكلمة، كنت أشوف طريقة تعاملها مع أبوي، الصراحة كان تعاملها يفرق جدا عن تعامل أمي مع أبوي. حياتنا تغيرت بوجودها، كانت كل أمورنا ممتازة ولله الحمد. وأختي ارتاحت بوجود زوجة أبوي، لأن أبوي وأمي لما انفصلوا كانت أختي صغيرة، فكان الطبخ والمسؤولية وشغل البيت شيء جديد وكبير عليها، فتعبت الصراحة، وعندها دراسة بنفس الوقت، لكن ارتاحت بوجود زوجة أبوي. وأبوي تغيرت طباعه وبدأ يهدأ وصار غير من بعد ما تزوج. فعلا إن الزوجة تغير الرجل، حتى لو كانت العصبية من طبعه، كان لو عصب أو تنرفز تروح وتهديه، وكان فعلا يهدى، لأن الرجل إذا عصب يبي من زوجته إنه تهديه مو تخليه يعصب أكثر مثل ما كانت أمي تسوي مع أبوي. فكان أبوي يحب زوجته وبدأ يتعلق فيها، وكان يدعمها إذا أهلها أحتاجوا لأي شيء، ما كان يقصر معاها أو مع أهلها بأي شيء. ومرت فيهم الحياة وحملت خالتي وجابت ولد، بعد الولد جابت بنت، حياتنا كانت مستقرة وهادية، وارتحنا من المشاكل ومن العصبية، وتغير حالنا 360 درجة. ومر علينا 7 سنوات من يوم أبوي تزوج خالتي، وحياتنا كانت حلوة، وحياة أبوي تغيرت، يعني كانت حياة هادية غير الحياة اللي عشناها مع أمي. وبعد 7 سنوات كانت واحدة من أخوات خالتي تجيها على البيت بشكل يومي، أختها هذه سبق لها الزواج وتطلقت، وكانت تمر على زوجة أبوي كل يوم بشكل يومي. وقبل لا يرجع أبوي على البيت كده بنص ساعة أو ثلث ساعة تروح على بيتها. فأبوي كان لمن يسأل أختي زاركم أحد في البيت، جاكم أحد، كانت تقول له أخت زوجتك كانت عندنا وطلعت قبل لا أنت توصل على البيت بشوي. فأبوي قال لخالد ليش أختك ما تجلس تتغدى معانا، ليش تروح قبل لا تتغدى؟ فكانت تقول أصريت عليها لكنها رفضت. أبوي كان يقول خلاص براحتها، يعني بما إنها يعني تبي تروح خلاص عادي. فاستمرت أخت زوجة أبوي تجينا بشكل يومي لمدة شهر، وكانت خلال هذا الشهر تجينا بشكل يومي للبيت. وخلال هذه الفترة بدأنا نلاحظ على زوجة أبوي إن طباعها تغيرت، بدأت تتغير، ما عادت الإنسان اللي نعرفها البشوشة الطيبة المتعاونة، تغيرت عن بداية الزواج تماما. بالنسبة لنا كان الوضع عادي، يعني ما كنا مرة مختلطين مع زوجة أبونا، بس بالنسبة لأبوي بدأت تصير بينه وبين خالتي احتكاكات، والاحترام اللي كان بينهم بدأ يقل. أما أنا وأخواني فما كان في بيننا وبينها تواصل كبير أو أي شيء. أخواني تزوجوا وأنا كنت في العمل مع أبوي، أختي الوحيدة اللي كانت موجودة في البيت مع زوجة أبوي وأولادها. فأبوي لاحظ إنه من بعد ما بدأت أختها تزورها بشكل يومي على البيت بدأت تتغير طباعها، فقرر إنه يتكلم معاها بالصريح، قال لها شوفي يا بنت الناس، لا عاد تجي أختك على هذا البيت بما إنها جالسة تغيرك علينا. فقالت له أنا ما أقدر أقول لأختي لا تجي على بيتي، قال لها قولي لها ما تجي أحسن من إنها تخرب بيتك. فخالتي وقتها ما تكلمت، ومن بعدها تغيرت أخلاقها وصار مزاجها معكر بشكل يومي، تغيرت تماما، حتى أبوي ما عاد يرجع على البيت ويتغدى مثل قبل، ويجلس يتقهوى ويتكلم ويتونسوا، صار ما يحب الجلوس في البيت مثل أول، وحتى لمن كان يرجع على البيت ما كانت تستقبله هذاك الاستقبال الطيب كعادتها، تغيرت تماما. أبوي حاول معاها لكنها ما كانت ترد عليه، تغيرت بشكل كبير خلال فترة بسيطة، وكأنه كان فيها شيء. أبوي خلاها براحتها وقال يمكن إنها تتعدل مع الأيام وترجع لطبيعتها، لكن كل ما كانت تمر فترة كانت تتغير أكثر وأكثر، وصار وضعها للأسوأ وأخلاقها تغيرت. أبوي كان يقول لها يا بنت الحلال هدي نفسك، يعني مو كذا، وهي أبدا مو راضية تهدأ. كنا ما نعرف إيش صاير بينهم، فما كنا نعرف ليش تغيرت، فجلسنا على هذا الحال 6 أشهر. 6 شهور تخيلوا وهي متغيرة وأخلاقها تغيرت، لين اليوم اللي قالت لأبوي أنا بروح على بيت أهلي. هي كانت دايما متعودة إنها تروح على بيت أهلها، بس هذه المرة جمعت أغراضها واتصلت على أخوها وراحت بيت أهلها. وقتها ما كان أبوي موجود في البيت، فكانت اللي موجودة في البيت أختي،
اتصلت على أبوي قالت له خالتي أخذت أغراضها وطلعت من البيت. أبوي قال خلاص خليها براحتها يمكن تهدأ في بيت أهلها. أبوي اتصل فيها وقال لها ليش طلعتي من البيت؟ قالت أمي تعبانة، رحت أجلس معاها كم يوم وبرجع. أبوي قال لها خلاص تمام الله يقومها بالسلامة إن شاء الله، بس أهم شيء لا تغيبي فترة طويلة عن البيت، ارجعي بسرعة. قالت أنا احتمال أطول ما أعرف، احتمال أجلس في بيت أهلي. أبوي قال لها طيب براحتك بنت الناس اللي تشوفيه. وجلست في بيت أهلها تقريبا 15 يوم. طبعا أبوي ما اتصل فيها ولا هي اتصلت فيه. خلال هذه الأيام كنا نحس أنه أبوي كأنه في شيء، لكن ما كان يتكلم معانا عن الموضوع لأنه ما كان يحب أنه يدخلنا في مشاكله الخاصة وفي حياته الخاصة. فبعد 15 يوم أبوي اتصل فيها قال لها إيش بك طولتي؟ قالت له أمي تعبانة ما أقدر أتركها. قال لها يعني ما تبي تعقل يا بنت الناس؟ قالت لا والله أنت اللي ما تبي تعقل. أبوي قال لها خلاص اللي تشوفي. فتركها 15 يوم ثانية وكملت شهر كامل في بيت أهلها. وبعد شهر أبوي اتصل فيها وقالت له أنا أنتظر منك الرد. أبوي قال لها يا بنت الحلال صلي على النبي لا تخربي بيتك وتعوذي من إبليس. أنا وأخواني كنا مو فاهمين اللي صاير بين أبوي وخالتي، ما كنا نقدر نسأل أبوي عن أي شيء، ما كنا نحب ندخل نفسنا في خصوصية أبوي. فخالتي كانت ترسل أخواني الصغار كانوا يجوا البيت يجلسوا معانا لين المغرب، وبعدين كنا نرجعهم على بيت أهلها، وأوقات كان أبوي هو اللي يوصلهم بنفسه. فمر على هذا الوضع شهرين كاملين، وكانت أختي تسأل أبوي عنا وتقول له متى بترجع زوجتك على البيت. أبوي كان يقول له أنا بخليها على راحتها، متى ما حبت إنها ترجع لبيتها ترجع. وفي يوم من الأيام بعد 2.5 شهر تقريبا أبوي اتصل فيها وكانت ما ترد على اتصالاته. وبعد كم يوم ردت أمها، وأبوي تكلم مع أمها قال لها إيش فيها البنت ليش ما ترد عليه ولا تبي ترجع على بيتها؟ قالت له والله يا ولدي ما أعرف إيش أقول لك، ما أعرف إيش فيها ولا أعرف شيء. أبوي طبعا ما نعرف بإيش تكلم مع أمها لأنه يومها ما تكلم معاها كان في غرفته. وبعد 3 أشهر لما شفت إن الوضع طول وخالتي في بيت أهلها مو راضية ترجع للبيت، فتحت الموضوع وتكلمت مع أبوي وإحنا في الشغل. بالرغم من إني ما كنت أحب أتدخل في حياة أبوي لكن الوضع طول، فقلت له ليش خالتي زعلانة كل هذا الوقت؟ ليش ما ترجع على البيت؟ إيش اللي صاير بينكم؟ قال لي والله إنها هلكتني ما أعرف إيش اللي غيرها. أخذ جواله واتصل عليها قال لها ها كيفك إيش أخبارك إيش مسوي؟ طبعا أبوي لما كان يتكلم تعرفوا كبار السن يحبوا يفتحوا السبيكر أو المكبر الصوت عشان يسمعوا زين، أنا كنت وقتها جنبه وأسمع كلامه وردودها عليه. فقالت له أنا تمام بخير لكن مصرة على موقفي. أنا وقتها ما كنت أعرف إيش يعني صاير بينهم إيش هو موقفها اللي هي مصرة عليه، بس سمعت أبوي يقول لها طيب ابشري بعزك طالما أنت مصرة على موقفك وما تبي ترجع على بيتك وأولادك خلي أختك هي اللي تنفعك. قالت له والله ما أرجع غير لما أقدر أأمن على مستقبلي، أنا ما أعرف إيش اللي ممكن يصير مع الأيام. أبوي قال لها بيتك وأولادك أحسن، فأحسن لك لا تخلي أختك تخدعك وتلعب في عقلك. لكنها كانت عنيدة قال لها أبوي خلاص ابشري بكرة إن شاء الله يوصلك الغرض اللي في راسك. قالت له إيش هو؟ قال لها ورقة طلاقك. قالت له تتكلم من جدك؟ قال لها إيه أكيد أبشري. فطبعا هي ما كانت متوقعة إنه أبوي رح يطلقها من جد، كانت تفكر إنه ممكن يعمل أي شيء عشان ما يخسرها عشان حبها وعشان تعلقه فيها. أنا طبعا ما كنت فاهم شيء ولا أعرف أختها إيش مسوي، بس تفاجأت إنها تبي ورقة طلاقة. حاولت أهدي أبوي وقلت له إيش فيها ليش تبي ورقتها؟ قال مو مشكلة أنا بعطيها ورقتها بما إنها فضلت أختها ودخلت أختها في البيت عشان تخرب حياتها وجالسة تسمع لها، فتبشر ورقتها بتوصلها بكرة إن شاء الله. كلمت أختي وكلمت أخواني وقلت لهم أبوي يبي يطلق زوجته. أخواني وأختي حاولوا مع أبوي عشان ما يطلقها لكن أبوي قال ما أبي أي أحد فيكم يتدخل في حياتي، أنا ما سويت أي شيء، ما قلت لها تترك البيت، هي اللي تركت البيت وهي اللي حبت إنها تخرب بيتها. فإحنا ما كنا نحب إنه أبوي يطلقها لأنه تعرفوا معانا أخواني الصغار ما نبي إن يصير فيهم اللي صار فينا. كمان لأنه أبوي حبها وتعلق فيها كان حزين عليها في غيابها، ومرض وتعب ومن بعدها صار عنده السكر من كثرة الضغوطات والمشاكل، وجلس سنة كاملة في البيت طريح الفراش، وكان وضعنا مع أبوي بين المستشفى والبيت، لكن وضعنا المادي الحمد لله كان ممتاز. وخالتي طبعا ما كانت تتوقع أن أبوي رح يطلقها أبدا، كانت تقول أن أبوي متعلق فيها ومستحيل يتخلى عنها، وكان الطلاق صدمة كبيرة بالنسبة لها، وهي تعرف أن أبوي طلق أمي بسبب المشاكل. أبوي إنسان يكره شيء اسمه مشاكل وممكن يتنازل عن أي شيء مقابل أنه يبتعد عن المشاكل. صح أبوي كان يحب خالتي ومتعلق فيها، بس عنادها وإصرارها على الطلاق خلاه يضطر أنه يطلقها عشان ما يدخل معاها بمشاكل كبيرة. في يوم من الأيام كنا جالسين مع أبوي ما كنا نفارقه،
حتى زوجات أخواني كانوا يجلسوا مع أبوي وما يفرقوا، وحاولنا إننا نكون دايما معه وما نتركه. ففي يوم كنا جالسين مع أبوي، دخلوا علينا أخواني الصغار. أبوي يومها رحب فيهم وقال لهم أهلا وسهلا بأولاد الغالية. قلت لأبوي أنت بعدك تحبها؟ قال لي خالتك إنسانة طيبة وما في منها، ما في أطيب منها، وهي بصراحة أفضل من أمك بألف درجة، شفت منها أشياء ما شفتها مع أمك، حبتني اهتمت فيني أكثر من أمك. خالتك هذه سبب خراب بيتها هو وأختها. قلت له ليش، إيش سوت أختها؟ قالت تذكر الفترة اللي كانت أختها تجيني على البيت بشكل يومي، كانت تلعب عليها وتقول لها لو يحبك خليه يكتب لك بيوت وبنايات باسمك عشان تضمني مستقبلك ومستقبل أولادك. قلت لها أنا ما أقدر أكتب لك شيء باسمك وأظلم أولادي، على أي أساس أكتب لك؟ قالت له أنا أخدمك وأتعب معك وأنا معك في كل شيء. قلت لها من يوم تزوجتك ما سمعت منك هذا الكلام غير من يوم ما بدأت أختك تجينا، إيش اللي تغير؟ ورثك يوم أموت رح تاخذيه، أولادي مستحيل يظلموك، أنت تعرفي معزتك عند أولادي وتعرفي إنهم طيبين ومستحيل يفرطوا فيك أو يظلموك أو ياكلوا حقك وحق أولادك، لو صار فيني أي شيء حقك رح يوصلك. بس هي تغيرت الفترة الأخيرة، وكل ما أجلس معاها تفتح لي موضوع الأملاك وتبي أكتب لها بيوت باسمها، وكانت تتوقع إنها لما تروح على بيت أهلها بتضغط عليه وتخليني أغير رأيي. أبوي عنده أملاك كثيرة الحمد لله، لكن قال لها مستحيل أكتب لك شيء، أنا ما كتبت شيء لولدي اللي ضيع مستقبله وما كمل دراسته وجلس معاي في الشغل وكان حريص على فلوسي، تبيني أكتب لك أنت؟ تبيني أكون ظالم لأولادي؟ فتعرف القسمة لازم تكون بعدل الله، وإذا أبوي كتب لها أي شيء بيكون ظلمنا أنا وإخواني، لكن هي كانت تصر عليه عشان يكتب لها أملاك باسمها، وأوقات كانت تغير رأيها وتقول له إنها بترجع على البيت، لكن لما يروح عشان يرجعها كانت تغير رأيها بسرعة وما ترجع على البيت، وأبوي تعب معاها وكان يعرف إن أختها هي اللي تضغط عليها وتلعب على عقلها، فطبعا هذا الكلام أنا سمعته من أبوي لأول مرة، فمن قبل ما كنا نعرف إيش اللي صاير بينهم. وقال لي حاولت إنه أرجعها بكل الطرق وتواصلت مع أمها ودخلتها بيننا، لكن ما رضت إنها ترجع عشان كده طلقتها، بس حبها مستمر في قلبي وأنا ما ضريتها، أختها هي اللي ضرتها وهي اللي خربت بيتها، أنا لا يمكن أضرها ولا فكرت بعمري إني أضرها، أنا شفت معاها أجمل أيام حياتي عوضتني عن كل شيء. وفعلا يا جماعة خالتي كانت طيبة جدا، لكن أختها قدرت تلعب بعقلها وكانت تفكر إنه أبوي بيكتب لها من أملاكه وما توقعت إنه يطلقها، بس هي خسرت كل شيء، خسرت أبوي وخسرت الأملاك. وبعد 6 أشهر مات أبوي الله يرحمه ويغفر له، من بعد ما تعب ومرض من فراق زوجته، وكان موته صدمة كبيرة بالنسبة لنا، لكن هذا قضاء الله وقدره، كل شيء فان إلا وجهه الكريم. ورثنا أنا وإخواني من بعد أبوي وتقاسمنا الورث مع إخواني الصغار، وما شاء الله كان الورث كبير، وخالتي لو ما صدقت كلام أختها وما استعجلت على رزقها كانت ورثت معانا وتقاسمنا الورث مع بعض، وكانت جلست الحين في بيتها مع أولادها، لكن أختها دخلت حياتها مثل إبليس وسوست لها لين خربت بيتها. أبوي الحمد لله باني مسجد وقف لوجه الله وعامل خير كبير، وهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. أبوي من يوم أعرف نفسي أشوفه إنسان متصدق ومتدين، ما يقصر مع أي أحد، وهذا الشيء مفروض أني ما أتكلم فيه، لكن أبوي ما يقصر مع أي أحد أبدا، ويحب الخير لكل الناس، بس يكره الناس المستغلة واللي تحاول تلوي ذراعه، وهذا الشيء اللي حاولت تسويه خالتي، اللي يجيله بالطيب والاحترام يعطيه عيون، واللي يحاول يستغله ما يشوف منه أي شيء، وزوجته كانت تحاول تضغط عليه بالأولاد وتفكر إنه عشان الأولاد وحب أبوي لها بتقدر تضغط عليه، لكن أبوي تخلى عن أمي من بعد 18 سنة علشان بس ما يبي مشاكل، يعني ما رح يقدر يتخلى عن 10 أو 7 سنوات انتهت بالمشاكل ومحاولة الاستغلال من زوجته. أكيد هذا الشيء ما يرضي أي أحد فيكم ولا يرضى أبوي، مو بس إحنا. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.